مشاهدينا أهلا بكم إلى الموعد المحلي لنهار اليوم. في اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا أجمع التلاميذ عبر ولايات الوطن على صعوبة امتحان مادة الرياضيات التي لم تكن في متناول الجميع. تقرير في السياق لفريع العاقلة زيان. بين سهولة الموضوع الأول لمادة الرياضيات واستحالة حل الموضوع الثاني، انقسمت آراء مترشحي شعبة العلوم التجريبية حول مواضيع اليوم الثاني من البكالوريا بثانوية موسى بن نصير بولاية المدية. موضوع الأول شوية مليح، خدمنا فيه شوي بصح الزاو شوي صعيب، جاني صعيب والناس قاعدة تقول صعيب. موضوع الأول كان شوي سهل، احنا خيرنا موضوع الأول، مي الثاني كان صعيب، ما ظنيتش لي خيره. شو خدمنا احنا على ربي وصايف. الامر نفسه عبر عنه مترشح شعبة العلوم التجريبية بولاية المسيلة، اما تلاميذ شعبة التسيير والاقتصاد فقد اكدوا ان مادة الرياضيات لم تكن في المتناول. السوجي تاع الرياضيات جانا سهل السوجي الاول، من السوجي الثاني صعيب شوية. السوجي الاول سهل في المتناول، تقدر تجاوب يعني عادي. انا كطلبة علوم تجريبية عقبنا اليوم مادة الرياضيات، وان كان الموضوع الاول يعني في المتناول تقدر وين تجاوب، الموضوع الثاني كان واعر بزاف، كان الاغلبيه مالوا الموضوع الاول. التوجي كان صعيب، ما نكشف تسير واقتصاد وكل وقت دمناش في هذا السوجي، ما فهمناش هذا السوجي منين جاوب والله كيفاه والله الله اعلم. خيبه امل عبر عنها المترشحون من مختلف شعب في اليوم الثاني من هذا الامتحان المصيري، خاصه وان الرياضيات تعتبر من المواد الاساسيه لدى الشعب العلميه. رنين بخوش تلميذة من ذوي الإعاقة البصرية تجتاز امتحان البكالوريا هذه السنة وكلها إرادة وطموح لنيل الشهادة بأعلى معدل. نتعرف عليها في بورتري زين الدين بن شابي من ولاية سكهرس. رنين بخوش طالبة لغات أجنبية مكفوفة بصريا من بلدية المراهنة بولاية سكهرس، تقبل على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 وكلها عزيمة وإصرار على تحقيق النجاح. فرغم كونها من ذوي التحديات الخاصة، أبت رنين إلا أن تكون من الأوائل وأن تهدي نجاحها إلى روح والديها اللذين فقدتهما قبل 4 سنوات. كنت عمري 6 سنين، كنت نعالج على عينية، ثم تلاقيت بعمي زيزي، هذا هو اللي من أجله أني دخلت نتعلم، وهو اللي من أجله أني قدرت نوصل للمرحلة هذه. كي طلعت مرحلة ثانوية لقيت شوية صعوبات أكثر من قبل، بس الحمد لله تجاوزتها. برك أني وصلت شهادة البكالوريا حنعقب كما كل المبصرين إن شاء الله. ومن أجل تحقيق حلمها المنشود في مواصلة مسيرتها الدراسية، يقف إلى جانب رنين كل من عمها بلال وأختها الكبرى هديل، اللذان يقدمان لها يد المساعدة في حياتها ودراستها والتحضير الجيد للامتحان. بعد الوفاة تاع والدي خلوا لي مسؤولية تاع خوتي بما فيهم رنين، يعني هي لازم لها عناية خاصة أكثر من خوتي الأخرين، يعني من ناحية الإملاء، من ناحية توصيلها من القراية من الدار للقراية. مطلوب منها يعني معدل كبير، كما ديما نقول لها أنت راني على بالي بك ناجحة، بس حابين معدل كبير، وتعلمنا منها نحن العزيمة والإرادة، هي اللي تعلمنا العزيمة والإرادة يعني صراحة. ورغم كونها مكفوفة ويتيمة الأبوين، تبقى رنين مثالا للطالبة النجيبة المثابرة التي تتحدى كل الصعاب من أجل تحقيق النجاح. فتح المسبح البلدي في بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلة أبوابه لاستقبال وخدمة مترشحي البكالوريا، وذلك من خلال تقديم خدماته بأسعار تناسب التلاميذ طيلة أيام الامتحانات. التقرير لمحمد والي. وثارة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومسير المسبح البلدي لخميس مليانة لفائدة الطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا بتقديم خدمات بسعر خاص طيلة أيام الامتحانات. هذه المبادرة احنا حبينا شفنا الوقت التخاك تاعهم، يعني الارتباك تاع الطلبة، ويزيدوا يقعدوا برا في التخوتواغ مع صافي، تكون الأمور شوية سلبية معاهم. دونك احنا حبينا نحلوا هذا المسبح ديجا ومحلول،
ومجانا يعني للقعدات اللي سيرفور ميم لي بري تاع الماء تاع لي ساندويتش كامل هبطنا لهم باش يستفادوا. الحمد لله يعني في بعد ما تكلمنا مع مسيره المسبح يعني تقبلت هذه الاستحسان هذه المبادره وفكره كانت مليحه يعني الحمد لله كنتم تشوفوا الاقبال كبير من طرف ممتحني البكالوريا. عبر الطلبة من جهتهم عن امتنانهم من مثل هذه المبادرات كونها تخفف عنهم مشقة التنقل لمناطق سكناهم وتوفير سبل الراحة والتحضير الجيد للامتحانات. نشكر صاحبة هذا المسبح المبادرة اللي عطتها لنا لخاطرش حنا نسكنوا بعد عطاتنا هذا الراحة لهنايا ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية. يعني بعد ما كملنا المادة الأولى اللي هي اللغة العربية رانا في فترة الاستراحة. جينا هنا المسبح بعد ما شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة من صاحبة المسبح. كانت مبادرة خيرية تصب في صالح التلمية خاصة تلاميذ القاطنين في المناطق البعيدة. أرى أنها قد ساهمت جدا في تخفيف العبء الدراسي وتخفيف المشقات. مثل هذه المبادرات تعكس روح التأخي والتعاون لدى الجزائريين على أن تعم في باقي أرجاء الوطن. حرصا منها على توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ الممتحنين لشهادة البكالوريا تسهر دار الشباب ببلدية بلعيبة في ولاية المسيلة على توفير قاعات مكيفة للمراجعة إضافة إلى تقديم المياه المعدنية للمترشحين. التقرير لبلال بوصلاح. حرصا منها على توفير كل الظروف المناسبة للممتحنين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2024 تستقبل دار الشباب بالعيبة التلاميذ يوميا من أجل توفير سبل الراحة لهم للتحضير الجيد من قاعات للمطالعة وقارورات المياه المعدنية. بكالوريا دورة جوان 2024 كنا كل ما نكملوا الفترة الصباحية نتاع الاختبارات نجيو لدار شباب بلدية بالعايبة الله يبارك موفرين كل الأجواء حتى باش نراجعوا باش نوجدوا للفترة المسائية من كل نواحي من ناحية التهوئة ومن ناحية الاستضافة الحسنة. نجيو من الغدا طول نجيو هنا عند هنا لدار الشباب الحمد لله مطلين فينا نراجعوا نديروا مراجعة خفيفة هكذا مع صحابنا هكذا. وقيس مليح كل المادة وإن شاء الله فيها خير إن شاء الله. ما عدناش متنفس من غير دار الشباب اللي تفتحنا أبوابها بعد ما نكملوا الاختبارات وتوفرنا كل الأجواء من تكييف وماء الشروب. هذه المبادرة استحسنها التلاميذ وسط أجواء تفاؤلية بينهم بتحقيق نتائج إيجابية والحصول على شهادة البكالوريا. شكر خاص وموصول لدار الشباب بلدية بلعيبة على كل المجهودات التي سخرت لنا لطلبة البكالوريا من مجهودات قدمتها لنا واستضافة أيضا يعني من كل شيء من مصلى ومثل من هذه المبادرة التي قدمتها لنا دار الشباب وشكرا جزيلا. دار الشباب بلعيبة وفية لعاداتها وتقاليدها في استقبال طلبة شهادة البكالوريا حيث قمنا بتسخير عدة قاعات للمراجعة وقاعات لأخذ قسط من الراحة كما قمنا بتسخير قاعة للصلاة وتوفير المياه المعدنية وما يسعنا في الأخير إلا أن نتمنى كل توفيق وسداد والنجاح لطلبتنا الأعزاء. وتبقى دار الشباب بالعيبة شاهدة على جهودهم وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق وظاهر. في موضوع آخر انطلقت حملة الحصاد والدرس بولاية سوغهرة صباحة اليوم الاثنين. المصالح المعنية وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لحصد ما يفوق 154 ألف هكتار أين دعت السلطات الولائية الفلاحين إلى دفع المحاصيل المجنية إلى تعاونية الحبوب بالولاية. التغطية لزين الدين بن شابي. وكل الترتيبات اتخذت وكل وسائل المادية والبشرية جندت لإنجاح هذه العملية. بالنسبة للعتاد عندنا العتاد كافي ليسمح بالقيام بحصد ما يقارب أو ما يفوق 154 ألف هكتار 510 آلة حصاد أكثر من 3000 جرار أكثر من 2600 آلة جمع وضغط بتحسيس الفلاحين لتسليم محاصيلهم الزراعية خلال هذه السنة إلى تعويض بقول. تم تجنيد وتسخير كل الظروف يعني مهيئة لإعطاء انطلاقة حسنة والحمد لله رم جندين كلها
من أجل جمع جميع المحصول. تزامنا وحلول فصل الصيف تشهد العديد من آبار وخزانات المياه بولاية الجلفة عمليات إصلاح وصيانة، وذلك لضمان تزويد المواطنين بالمياه الشروب بصفة منتظمة، خاصة على مستوى المناطق الجنوبية للولاية والتي تتميز بالحرارة المرتفعة، إضافة إلى توفير سهاريج المياه للأحياء التي لا تتوفر على شبكات توصيل المياه. التغطية لطاهر دحمان. إطار متابعة عملية تزويد المياه الصالحة للشرب، فرقة صيانة تابعة لحظيرة البلدية تسهر دائما على متابعة وصيانة الأعطاب التي تحدث دائما للأبار. طبيعي ثلاث أيام جنان بالنسبة لأصحاب ونافعين الكمية نتاع الصهاريج نتاع البلدية. أمنيا تمكن أفراد الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 8 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمؤثرة العقلية نوع إكستازي لغرض الإتجار غير الشرعي. العملية مكنت من حجز كمية من المخدرات الصلبة المتمثلة في 500 قرص إكستازي يقول 300 ميليغرام ومبلغ مالي ومركبة سياحية، أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. تغطية لمحمد أمين عزوز. في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة مختصة بالمتاجر بالمؤثرات العقلية نوع إكستازي لغرض الاتجار بها بطريقة غير مشروعة. تعود حيثية القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بسيدي بالعباس، مفادها وجود سيارة سياحية تنقل كمية من المؤثرات العقلية علامة أنها شخصين آتية من مدينة وهران سالك الطريق الوطني رقم 13 باتجاه ولاية سيدي بالعباس. على إثرها تم وضع نقطة مراقبة ليتم توقيف المركبة المستهدفة، وبعد عملية المراقبة والتفتيش تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية نوع إكستازي مخبأة بأحكام داخل سيارة ليتم توقيف المشتبه فيهما. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية تم تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة، أين تم توقيف شخصان آخران في القضية وثلاث أشخاص في حالة فرار من ذوي السوابق العدلية. العملية مكنت من توقيف أفراد الشبكة مع حجز كمية من المخدرات الصلبة المتمثلة في 500 قرص إكستازي 300 ميليغرام ومبلغ مالي 50,000 دينار جزائري من عائدة الترويج، وحجز مركبة سياحية وأربع هواتف نقالة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم لتقديم أمام الجهات القضائية المختصة. مشاهدينا بهذا نختم وإياكم الموعد المحلي لنهار اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم.